مشاهدينا قيمة في العاصمة البريطانية لندن، مهرجان سفر للأفلام العربية بدورته الثانية بتنظيم من المركز العربي البريطاني، وهو مهرجان يقام كل عامين. هذا العام سلط المهرجان الضوء على علاقة السينما العربية بالنصوص الأدبية، وتضمن المهرجان عرض 13 فيلما من مختلف الدول العربية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي مع بشار طلال. There is also, of course, Joseph Fahim that we need to thank for having curated the most ambitious Safar program to date. اختيار الافلام احنا مش اخر حاجه بنبص عليها هي التوبيك او هي السبجكت عامل ازاي. احنا اهم حاجه ان انت بتقدم، عاوز توري سينما مختلفه، وعايز توري سينما مغيره، وعايز توري اسلوب سينمائي مختلف. ايه طبيعه المواضيع؟ في عندنا من العراق عن المخرج على ازاي ان هو خرج من العراق وهو حكايته. فيلم زي جنة الشياطين، فيلم مقتبس من عمل ادبي برازيلي، بيتكلم على موضوع من ميتافيزيكال، حاجه فانتازيا. الارض طبعا بتاع يوسف شاهين، بيتكلم جزء منه على الارض وعلاقه المصري بارضه. في مواضيع كثيره مختلفه قوي، في موضوع سياسيه اكيد. لو احنا بنتكلم على السياسه، انت اي فيلم خارج من اي حته ليه بعد سياسي. احنا كان عندنا يمكن 8 افلام او حاجه زي كده. انا مع البريتش ارب سنتر اللي هم كانوا جينيرس جدا معايا، يعني كان كل شويه بنحاول نجيب افلام ثانيه كتيره. واحنا طبعا احنا اهميه ان انت بتعبر عن الثقافه من العالم العربي، دي كانت حاجة مهمة جدا. فيلمنا ورد مسموم هو فيلم اجتماعي، هو بيتكلم عن الناس عمال منطقة المدابغ، أحلامهم وأحزانهم. بشكل كبير هو بيركز على المواضيع الاجتماعية، يعني للطبقة العاملة وسكان الأحياء الفقيرة في القاهرة. أما بصدقش إن في حاجة اسمها حقيقة أو واقع أو في النهاية هو فيلم، مجرد إن احنا قررنا إن احنا ننقل المقطع ده من الواقع فهو اصلا تم تغييره. قصص العابرين هو فيلم ما بين الروائي والتسجيلي، يعني ياخذ منحنى انا اعتبره ابداعي، لان انا يعني كنت حر بانجاز هذا الفيلم. هذا الفيلم انا حوالي 30 سنه اشتغل عليه، من يوم الغادرت من العراق في بدايات الثمانينيات، يعني اللي حد فتره انا اصور هذا الفيلم وافكر به وافكر بالشكل النهائي له. طبعا اكو مفهوم هو اخذني لهذا الفيلم، فهي عمليه هروبي يعني من العراق. There was many obvious choices. كل فيلم في حلقه نقاش مختلفه، في جزء كبير من المخرجين اصلا هيكونوا موجودين، وكل اي ثينك مناقشه مش بس بتركز على الفيلم نفسه، جزء منها بتركز على التاريخ وعلى تاريخ السينما العربيه، جزء منها على تاريخ كل بلد وتاريخ كل فيلم، بس كمان جزء كبير منها بتركز على نوعيه الافلام وعلى الارتسري بتاعته وعلى السينما المغيره زي ما بنقول ان احنا بنحاول نوريها.